النهارده يا جماعه احنا بنتكلم عن شهر العسل. في ناس هتزعل مني وفي ناس هتأيد كلامي جدا. طبعا اللي هتأيد كلامي اللي هم لسه مقبلين على الجواز. اللي هتزعل مني اللي هي تقولي خلاص احنا ولا عايزين نشوف شهر العسل ولا عايزين نتجوز ولا عايزين نتقابل في محاكم الاسره بقى. يلا بينا نتقابل في المحاكم. عايزه اقول لكم ان الهانيمون ده من احلى الحاجات اللي ممكن اي راجل واي ست او اي بنت واي ولد يعملوا ذكريات في الاول. الذكريات دي بتمر علينا في حياتنا وبنكون يعني حياه كده بتبقى دي الميموريز بتاعتنا، بتبقى ذكرى حلوه. اول ما بنتخانق بنفتكر اللحظات الجميله دي. في ناس بيعملوا ذكريات حلوه وفي ناس يقول لك لا انا مش عايز اعمل ذكريات انا هعمل فرح بس. في نقاش وجدل كبير جدا بين الولاد والبنات، يقول لك انا عايز اعمل هاني مون واروح واعمل ذكريات حلوه ويقعدوا كده مع بعض، وفي ناس يقول لك لا انا هعمل فرح. ايه رايكم في القصه دي؟ يعني في حاله صمت حصلت في الاستوديو. انا مش عايزه اقول انا مني وعلي بعد خبره بقى 7 سنين في ثانوي. لا احنا مش عايزين نسد البنت نفس لا 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 الاثنين. اصل صعب قوي التنازل يعني. أيوة. بس لو فكره مثلا شهر عسل نعمله جوه مصر يبقى اقل تكلفه، ولا بره مصر واعمل فرح كبير اكيد اعمل فرح كبير وشهر عسل في مصر. روح مكان ما رحتوش قبل كده، بس فكره ان انا اتنازل عن الفرح دي مستحيل. ايوه هو شهر عسل برده مستحيل. خدي بالك انا من رايي برده ان ده لقطه، دي لقطة طبعاً. يعني دي احتياج نفسي لكل بنت. صح. انت صغيره كنت يعني حتى والله وانا كبيره انا عايز اقول لكم حاجه، انا نفسي البس فستان ابيض تاني. انا كنت عايزه اعمل فرح والله العظيم، بيقول لي يا بنتي خلاص احنا كبرنا على الكلام. بس لا، احساس ان انت احتياج نفسي طبعا، بتحبي الشخص اللي قدامك وعايزه تفرحي قدام الناس وتلبسي فستان ابيض وتتصوري تاني. طب انا اسال سؤال، انت وين رحتي هانيمون؟ مش فاكره بجد والله. لا ميموريز ميموريز انا بتحكي لنا. ما سافرتش بره. ما سافرتش بره. انت كنت جوه رحت شرم الشيخ برضو. يعني ده مش سؤال، السؤال تسالوه. انا صراحه انت رحتي فين يا ديما؟ ان شاء الله فولنا عليها. انا رحت، لا رحت على ماليزيا ولانكاوي وجزيره مش عارفه شو، بس كان دلع خالص. بس اسكتي وانا رجعت هتطلع. لا لا انا جد كانت هاني مون يعني الله يرحم جوزي، بس كان هاني مون. قديش كانت حلوه البلد، بس عن جد كان في خناق. وابيرنتلي كثير في الناس اللي بيتجوزوا بيتخانقوا بشهر العسل. فانا مستحيل لا ارجع اتجوز ولا ارجع اروح هانيمون. انا خلاص اتجوزت شغلي وعيالي، مش عايزه حاجه ثانيه. لا لا ما تقوليش كده، انت عرسانك كثير يا رندو. على يدي على يدي. انت عشانك حلوه اليوم طالعه والتان ليكي همشي لك الحته دي. ايوه يا جماعه طبلولي طبلولي. لسه قايله لك بحبك طبلولي. ايوه جدا. لا بس خلينا نقول ان بجد ان 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 الهانيمون انا بالنسبه لي مهم. يعني ان احنا برضو زي ما انت قلتي في البدايه مروه، ان هي دي اللحظات الحلوه، لان بعد كده بتشوفوا سواد على فكره. أيوة. دي الحاجه الحلوه اللي انتوا بتفتكروها، ده الرصيد يعني. اللي هيكون معانا نقعد نفتكر بقى، فاكرين انا هعيش حياتي كلها على الهانيمون. لا ما هقول لك على حاجه، انت بتعملي رصيد هنا حلو بينك وبين جوزك، وبتفضلوا بقى كل ما بيبقى فيه خناقات، وبعدين دي اللحظات القرب بقى اللي بيبقى الصراحه بقى. عارفه الصراحه يعني اللحظات دي مش هتتكرر تاني، هتمسكيها او في شهر العسل كده هتقرب مني وتبقوا صحاب وتقعدوا تبتدوا تتكلموا، ولا تبقوا بتبتدوا حياه مزيفه. في ناس كتير عايزه اقول لك يعني مين بيبتدوا حياه مزيفه، اللي هو ده مش وش الحقيقي ولا ده وشك الحقيقي. صح. والله العظيم. في الهانيمون بتبقى بقى اللي هو الصراحه، مفيش جاب بينا، مفيش لحظات اللي هي مزيف، احنا نبقى مع بعض صحاب. انت كل راجل بقى طبعا يعود مراته على كده، وكل ست تعود جوزها ان هم يبقوا في لحظات بحيله القطه. أيوة. على فكره والله العظيم انت تعقدت يا جماعه. لا 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 يعني انا تمام. يعني انا تمام. انت قررتي مش هتتاثري بينا. انا مش هتاثر. ايوه انا شايفه ان كل تجربه ليها اسكاب مختلف. صح. صح. انا معاكي، فمالهاش علاقه خالص. يعني انت بتفضلي عرس اتكلموا براحتكم يعني ديما. يعني انت بتفضلي عرس كبير ويكون هانيمون جوا مصر بمكان انت ما زرتيه؟ لا انا بفضل الهانيمون يكون بره مصر، بس لو في مشكله نخليكم يعني بغض النظر جوه مصر ولا بره مصر، بس لازم يبقى فيها هانيمون طبعا. دفنتي.